السلام عليكم، معكم فاسر المونتاليست، واليوم حبيت نحكي حكاية مهمة على الآخر. حسب آخر الأخبار، ثم برشا عباد مازالت تدور وتحوس لا عن بالها لا بحجر صحي، لا بكوفرفو، لا ثم فيروس كورونا بعد الشر قاعد يدور. يا ولادي، رانا قاعدين نعيشو في بريود ديليكات برشا، ونحاولو نحميو رواحنا باش نحميو العباد نحبوه. باش نحاولو نبسط الحكاية هذي بسهولة تامة، حكم تخيلوا لي صندوق هذايا مثل دار، الدار هذايا فيها عبد، عمل هاك خرج للشارع. إلى أترابي الفيروس بعيد الشر عليكم ولا مريض بالفيروس هذا، راه بصولة تامة السيد هذايا ينجم يعدي واحد آخر عبد واحد آخر، والعبد هذاك يعدي عبد واحد آخر. دونك لوين خويا نوصل للحاجة هذي؟ ومش اللول بالكل لحنا نشدو الدار ونطبقو الحجر الصحي نتاعنا، مش خير زعما؟ وكي نعملو هذايا الكل شنو يصير؟ يصير حاجة مهمة على الآخر، العباد هذوما الكل يقضوا لاباس عليهم. دونك نطبقوا الحجر الصحي نتاعنا، وربي يكون معانا في البلاد هذيا، وربي يحمينا ويحمي تونس.